سنتين تأسست لتكون أول فرقة للأطفال بتختص بأنواع عديدة ومختلفة للرقص وتحت عنوان سحابة سلام صيدنايا. ليا أعمار صغيرة بعمر الورود كالعصافير بيتم تدريبها وتعليمها على أصعب أنواع الرقص من قبل مختصين. لنحكي أكثر عن الفرقة معنا اليوم عبر شاشة الإخبارية السورية رشا الفحل مؤسسة فرقة سحابة سلام وفالنتينا كوكاش مسؤولة عن الشبيبة بكنيسة مار الياس. يسعد صباحكم، صباح ميلاد مجيد وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية السورية. اهلا وسهلا فيكم، ميلاد مجيد، ينعاد عليكم يا رب بالخير والبركه. بالبدايه خلينا نحكي مع رشا. رشا، خلينا نحكي عن الفرقه والتدريبات وعن الاطفال يلي انتم محتضنينهم وعاملين من خلالهم فرقه رقص وشغلات حلوه. اول شيء اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. الفرقه تاسست من سنتين، كان عددنا قليل وبعد كبر صار عددنا كثير كبير. التدريب اكيد بيكون صعب لانه فكره جديده، زومبا وهندي واسباني، بس بما انه الكل متقبلها والكل مبسوط بهذا الشيء فعم يشعروا بانسانيه كثير كبيره هنا. طيب خلينا نحكي معك فالنتينا عن النشاطات والفعاليات اللي بتقوموا فيها للشباب. نحن تعليم مركز تعليم مسيحي، بنعمل لهم تنميه للشباب لمواهبهم، وبنفس الوقت بنعطيهم محاضرات توعيه، وكمان بنشتغل ضمن نطاق الكنيسه بالاعياد، بنزينها بنحتفل فيها لحتى نرجع البسمه على وجوه الزينه الحلوه اللي عم نشوفها اليوم من شغلكم. الله يعطيكم شبابنا الف عافيه، مشتغلين كلنا على ايديهم، فبنشتغل كلنا مع بعضنا بايدين شباب لحتى نرجع البسمه لوجوه اهل ضيعتنا معرض سيدنايا. نعم اكيد. رشا، خلينا نحكي عن الفعاليات يلي بتقوموا فيها. خلينا نحكي يمكن لكل عيد ولكل مناسبه او لكل ايفنت محدد بيتم تقديم شاركوا. خلينا نحكي كيف بيتم التحضير وكيف بيتم اختيار الافكار والثياب والاكسسوارات ايضا. هلا الثياب دائما بتكون حسب الايفنت اللي بدنا نقدم فيه. طبعا هلا قدمنا بالمهرجان صيدنايا وقدمنا بعده كنايس وفعاليات كانت، وهلا ان شاء الله حنقدم باول الصيف بمهرجان صيدنايا كمان. التدريب بيكون اكيد صعب لانه كثير بدها تنظيم، يعني هي حركات جديده. هلا الشعب اكيد وعم اصعب انواع الرقص تماما. لما نحكي عن اطفال واعمار صغيره وعم نحكي عن رقص هندي ايطالي، صح؟ هلا هي صعبه بس تكنيك خاص وتدريب مكثف للاولاد. فينا نقول اكيد هي كثير بدها تدريب. هلا هي فيها شغل اكثر على التوازن وعلى الايقاع وعلى الحركات وعلى انك تسمعي الموسيقى وتقدري تتبعي فيها. بس طالما خلص هن متقبلين هذا الشيء ففيكي تتحدي اي شيء بس يكون شيء بتحبيه. نعم اكيد كل شيء بده تعب وبده جهد، جهد والنجاح هو بيمحي كل شيء تماما غير شكل بيكون. فالنتينا، خلينا هيك نحكي عن الشبيبه. يمكن كثير مهم بهذا الوقت وبهذا الظرف انه نحن نجتمع، نحن نكون ايد وحده لحتى نزين، لحتى نفرح، لحتى نمسح دمعه انزرعت بظرف كثير بشع مرق على بلد هو عنوانه السلام والمحبه. خلينا نحكي كيف بتقوموا بنشاطات ايضا ثانيه، ويمكن كيف بتكونوا مع بعض بتنظموا اموركم وبتنسقوا القصص يلي بتقوموا فيها. نحن المسؤول عن الكل تقريبا هو ابونا باسيليوس جورجوس. نحن بنجتمع مع بعضنا اول شيء، اذا كان في فكره بدنا نقترحها او نشاط بنجتمع المربيين اللي هن عم يربوا الشبيبه والطفوله عنا. بنجتمع معه اول شيء، بنتفق على الخطه اللي بدنا نشتغل فيها النشاط، بنظبط كل شيء معه، بعدين بنجتمع مع الشبيبه وبنقسم الشغله علينا عن طريق فرق، يعني كل شخص بيستلم مجموعه وبيشتغل معه بالكنيسه، بنقسم الادوار علينا لحتى يتم الشغل بكل الاعمار و مو ايد وحده، كذا ايد لحتى نحقق الشيء اللي بدنا اياه طبعا بهدف واحد. فايد لحالها ما بتزقف، اكيد نحن مجموعه واحده واكيد نحن ايد واحده لحتى يعني لحتى نحسن نحقق نجاح كثير كبير خاصه بالظروف البشعه وبذات هالظروف. وبصراحه يمكن مختلف بيكون العمل بهيك ظروف، في اصعب وجهد كبير بس يمكن له طعم اخر واثر كبير يعني بتحسوا فيه. نحن وقت هي السنه ركبنا الشجره
نحن اخر سنه ركبنا فيها الشجره الكبير، اول سنه ركبناها بسنه 2010 لهلا ما تركبت. اللي طلع اللي اقترح انه ترجع تتركب الشجره هي طولها 20 متر، هي شبيبتنا عمرهم 15 16 17 18، هي الاعمار هن اللي حطوا على عاتقهم مسؤوليه انه يرجعوا البسمه لهدول لاهل المعره وخلونا سوا نجتمع. وكان بصراحة بلشنا من عمر صغير وكل يوم كان عم يجي شيء كثير حلو كبار. شغل كبير وعم يقوموا فيه شباب صغار، يعني هذا الحلو لما نحس انه شب صغير بعمر صغير عم يحمل مسؤولية على بكير. هي الرسالة الأساسية من خلال شغلكم المستمر يمكن. هي الفكرة انه نحن مبسوطين انه أول مرة بنشوفهم عم يتحملوا مسؤولية كثير كبيرة، فنحن تفاجأنا فيهم وفعلا عن جد أبدعونا ابدعوا ونحن انبهرنا فيهم انه بجننوا كان. نعم الله يحميكم يا رب. رشا اكيد في من الصبايا الصغار هيك شوي بيكون حافظ الرقصه عن مسرح بينساها وهدول التفاصيل، يعني سحابه سلام يعني بتعملوا عروض وبتعملوا يمكن لوحات فنيه ولكن يمكن في شويه هيك عقبات بتمرقوا فيها اكيد لكل اولادك يلي بالفرقه، كيف خلينا نحكي كيف بتعاملوا كيف بتعامليهم كيف بتدربوا واللي بيغلط كيف بتضلي بتحفظيها وهدول التفاصيل؟ لا اول شيء كثير بنعاملهم بمحبه، بس تعاملي اي شخص بمحبه فهو بينتج، بحس انه انا ما عم بعمل شيء غصب عني، بصير بده يعمل كل شيء بمحبه وبانسانيه، فكلياتنا عم نشتغل على هذا النطاق. اكيد بيكون في تعب وفي جهد كثير كبير وخصوصا الصغار، يعني ما فيكي اذا خربطوا تعيطي عليهم صحيح. يعني ما حيفهم انه هذا الشيء غلط، فخلص نتركه عفويه وبالعفويه كل شيء بيكون احلى. طيب خلينا نحكي عن التدريب، قديش ساعات التدريب بشكل مستمر، الاعمار اللي بالفرقه، نحن عم نحكي عن اعمار اطفال صغيره فيها مجهود كبير وانت مؤسسه الفرقه، خلينا نحكي كمان الفكره من وين اجت يعني. هلا اول شيء انا طالبه اقتصاد وحاليا عم بدرس اداره اعمال، فالشيء الفكره كلها كانت تختلف تماما عن دراستي، بس صحيح. هي كان حلم، يعني كان حلم اني اجلب يعني ثقافات جديده للبلد، هنديه اسبانيه، الناس بعد هون وخصوصا بالحرب انك تجيبي ثقافات جديده بالحرب، يعني ناس تتقبلها ناس لا، بس وقتها عرضناها على ارض الواقع خصوصا عندي طلاب من تحت صف الاول واكثر يعني ل 16 17 واكثر. حلو. بعدين خلص تقبلوا وحبوها كثير، يعني خلتهم مع انه مع العلم انه كل طلابي محصلاتهم العلميه كلها يعني معدلاتهم ممتاز. عاليه تماما، كلهم من الاوائل بمدارسهم، بس قدروا ينشروا الانسانيه المحبه عن طريق هذا الشيء، عن طريق الرقص اللي عم يقدموه، فما عاد حسينا انه ما في تعب يعني، انه هن كمان اشتغلوا معي يعني. اكيد. فالنتينا صباح الخير. فالنتينا خلينا نحكي اليوم عن دور الشباب السوري، يمكن الشبيبه مثل ما ذكرنا من شوي في كثير منهم جامعيين وبيشتغلوا وفي عمر كبير وعمر صغير، اليوم دورنا نحن لحتى نكون حد بعض ومع بعض، قديش مهم اليوم يمكن دور الشباب السوري بالعمل التطوعي قدامهم بينقلوا لغيره، يعني طمعاً. شفنا كثير من الشباب راحوا يمكن بعيدا عن هدول القصص. خلينا هلا نحن دائما لحتى نكون بمجتمع كثير يعني فيه حضاره وتطور، اللي بيبني هذا المجتمع اللي فيه تطور هو الجيل هلا، جيل اللي بعصرنا هلا، فنحن لحتى نكون ماشيين بالطريق الصح اكيد بدنا يكون عندنا شباب هي من جواتها عندها الرغبه والمسؤوليه او الاراده لحتى توصل للهدف اللي بدها اياه او توصل بلدنا لمستوى بنحبه. فكتير صعب، هو صعب انه نشتغل لحتى نوصل لهذا الشيء، طريق ما هو سهل ابدا وبالذات مع شباب، كل شاب بيختلف طبعه وكل صبيه عن الاخر، بس بالنهايه كثير بيكون حلو وقت تجمعي او تمزجي كل هدول الاختلافات بالشباب، رح يطلع الشغل كثير حلو. فكثير شيء منيح انه يكون عندنا شباب قادرين يتحملوا هذا الشيء، شباب نحسن نبنيهم بالطريقه المضبوطه. وانا الشاب السوري او الصبيه السوريه بحس انه على كتفهم واقع كل بناء المجتمع. بتمنى انه الله يحمي كل الشباب ويعطيكم العافيه يا رب. يا فالنتينا اكيد نتمنى لكم التوفيق فالنتينا ورشا على كل الجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها، ميلاد مجيد لكم ولكل عائلتكم، شكرا كثير لكم.
ميرسي فالنتينا، ميرسي رشا، ميلاد مجيد، نعاد عليكم. شكرا.